متلي حيل مرهف وحساس. سندباد الخليج رمز من رموزه الفنية الخالدة ونجم ثلاثة أجيال متعاقبة، الفنان الذي استطاع من خلال مشواره الفني أن يخطف الأضواء ويحصد نجاحات وإنجازات متتالية شهد لها العالم العربي أجمع. راشد الماجد الذي بدأ مشواره الفني عند أبواب المدرسة حين تنبأ له أستاذ الموسيقى حامد الحامد بمستقبل فني واعد، تعاون معه في بداياته وكتب ولحن أول أغنية له كانت بعنوان حلوي البحرينية. قدم راشد الماجد أول ألبوم رسمي له في أواخر عام 1984